ليس السعيد في العيد من لبس الجديد، وإن كنت لم تشتري بعد فاشتري غدا في النهار، وانتهي لا تغرب شمس الغد، لا تغرب شمس الغد إلا وقد فرغت وأنهيت أمور عيدك وملابسه، وما غروب غروب شمس الغد يوم الجمعة إلا إيذان أن الكون ينتظر أفضل أيام أفضل ليالي العام كله. أما أفضل أيام الدنيا فهي عشر ذي الحجة، أما أفضل ليالي العام فهي العشر الأواخر من رمضان. يا معاشر الأخيار، لن يستطيع أحد أن يستقبل ليلة القدر 83 سنة صيام وقيام وطاعات يعطيكها الله بقيام 12 ساعة. أي كرم من هذا؟ تدري المحروم من هو؟ المحروم اللي بتمر عليه ليلة القدر وهو يصك الفناجيل ويصلح الدلال ويسولف أمام القنوات أو يدور ويجوب مع أهله في الأسواق، ظالم لنفسه، عدو لنفسه، ضيع عمره. والله إن العشرة هذه لا تعود، والله لا تعود إلا على الأحياء. هل أنا وأنت منهم في العام القادم أم لا؟ الله أعلم. لذلك اختم بخير، اختم بخير، فإن الله يغفر كل ذنب. والله لو ضيعت 20 الأولى، كل 20 ضيعتها بالنوم وضياع ورؤية مسلسلات ومتابعة مباريات وما قرأت قرآن وما سبحت، أبشرك الأمور طيبة. الله بلغك 10 هي خير العشر، وهي أفضل 20 الأولى. القادم من رمضان أفضل من الماضي، القادم من رمضان في العشر الأواخر أفضل من 20 قبلها. فلا تعادي نفسك، لا تظلم نفسك. ولذلك أفضل ما يكون العبد في العشر الأواخر واقعا أن يتخلى عن الخلق. أشغلونا الدنيا يا أخوان، أشغلونا النساء. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم، أهلا أخواتي، أهلا خوتي، مرحبا بكم في قناة يوميات بسمة وأمها. الفيديو تاع اليوم مختلف، كنت نستنط الدرس معاكم، ربي يجازيه الشيخ، ربي يجازيه كل خير إن شاء الله يا رب. فضل ليلة القدر والفضل تاع 10 أواخر تاع رمضان، إن شاء الله يا ربي يكون ربي بلغكم ليلة القدر، وباقي لكم مازال ليلة 29 إن شاء الله، ما تفوتوهاش، ما تضيعوهاش، قوموا الليل هاد الأيام اللي باقيين من رمضان، ربي يتقبل منا ومنكم. كنت ندير روتين تاعي، شوية الفلفل قشرته حطيته في بورس عرق، بعد قشرته قطعته مربعات. هنا جا في خاطري الطعام، حبيت اليوم ليلة القدر ندير حاجة تقليدية. هذا طبعا الفلفل اللي قطعته والطماطم بعد رابيها، وهذا الراس تاع الثوم ثاني نقشر ونغسلهم ونرابيهم في هذه في الرقيقه، وشويه ملح شويه زيت، وتحبوا تزيدوا شويه طماطم كونسونطري كما تشوفوا. هذه الفلفل الطماطم عفوا قشرتها، كنت قلعت لها رابي تحت القشره، بقات نحيت القشره، نزيد الرابي الثوم وندير من بعد في الطاجين. انا حابه ندير في الطاجين تاع الفخ تاع الطين، يجي بنين ما شاء الله. ندير فيه شويه تاع زيت، 4 مغارف تاع زيت، وندير هذاك الثوم يتقلى في الساعة، ونزيد عليه طماطم. تحبوا تضيفوا عليه شويه طماطم كونسونطري ضيفوا شويه، ولا ديروا شويه حار، اختيار يرجع لكم ليكم على حسب ما تحبوا الذوق. في الاول كنت درت الطرف تاع اللحم كان يتقلى في الزيت، بعد ضفت عليه بصل وطماطم. الطعام درته معكم شحال من مره، على بالي كامل الاخوات والبنات كامل راكم تعرفوا ديروا الطعام. ومن بعد مرقت بالمحامي، درت التوابل راكم شفتوا في الفيديو، كنا نسمعوا الدرس، على بالي الدرس يفيدنا احسن من هذا الطياب، وحتى الطياب راه في ميزان حسناتكم، ما نضيعوش وقتنا في حوايج دي هكا وهاك. ماذا بينا نديروا حاجه اللي ننتفعوا بها من هذه الدنيا ان شاء الله. نصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام، نسبحوا، نستغفروا، صدقوا قدر المستطاع قدر الامكان تاعكم. هنا تشوفوا بعد ما الطماطم كامل ذابت وهذاك الثوم طابوا مليح، ضفت هذاك الفلفل اللي كنت كان مشوي قطعته. هنا درت 2 تاع الجوات على الحر ما حليتهمش. من بعد الطعام، من بعد ما لاصوص طابت لي الحمص واللحم يدخل للطياب مليح مليح، نضيف هذيك الخضره اللي وريتها لكم الان. كنت درت ربطان تاع قزبر، درت عود تاع قرفه، توابل كل شيء، شويه فلفل احمر حلو حار، شويه كمون، شويه كل شيء، درت منهم شويه راس الحانوت كل شيء. شوفوا الحمص طاب الزبده ما شاء الله. من بعد الماء اللي دايرته يغلي، نزيد نمرق بالماء ونضيف هذه الخضره، وندير الطعام يفور من الفوق. الطعام كنت شفتوني غسلته بالمحامي شحال من غسله، من بعد صفيته خليته يتشرب، نديرته يفور لي حط فويره
انا حطيته وضفت عليه الماء، الماء وشويه تاع ملح وشويه تاع زيت. طعام درته معاك مش حامه مره على بالي كامل تعرفوا له، كنغسله بالمحامي تجينا يجي ساهل ويجي رطب ما شاء الله. راني درت خضره في المرق زيت الطيب لي، وهنا من بعد ما فورت لي الاولى وشربت الماء تاعها كامل عاود درتها فورت ثانيه في الاخير ندير لها شويه تاع زبده ولا مارغارين اللي عندكم دهنوها، وراه الطعام تاعكم واجد ما يدي معكم لا وقت لا والو، خاصه كي تفوروه فوق القدره اللي طيبتوا فيها المعرق يجي بنين وما شاء الله. من جهه اخرى كنت دايره خبيزه، انا كنت رايحه نديرها تاع رخصاص، من بعد خممت خلطت فرينه وسميد، غرفيه فرينه غرفيه سميد، شويه خميره تاع العجين، شويه خميره تاع الكاطو، شويه زيت، وشويه جريتها كما تشوفوا جريتها وخليتها خمرت، درت زرارة كل شيء خليتها خمرت تقريبا واحد 45 دقيقه ولا في بلاصه دافيه. من بعد قطعت معلاه زوج، شوفوا درتها رقيقه بزاف، قرصتها فوق بابي كويسون باش تجيني ساهله، حابه طيبه في الطاجين، طاجين تاع فوق الغاز ماشي في الكوشه ماشي في الفرن، خليها تزيد تريح واحد ربع ساعه. شعلت الطاجين يحمى مليح سخن لي مليح مليح، شعلتهم فيه ثلاثة ولا في الطاجين تاع المقلة نورمال اللي عندكم ديرو فيه، ورفدتها بها بابي كويسون. بعد ما حمات لي المقلة مليح مليح حطيتها، بالبابي كويسون تجيكم ساهلة ما تخافوش منها. بعد ما شفت العجينة كامل نشفت لي من فوق عاود قلبتها، كي نقلبوها بالبابي كويسون تجيكم ساهلة. ديرتها معاكم شحال من مرة ونعاود حطها لكم في صندوق الوصف باش تعاودو مرة أخرى تعاودو تشوفو الفيديو بالتفصيل. كي زدت معها شويه تاع فرينه جات طريه ما شاء الله. هذه هي الخبزه واجده، انا يا حبيت الطعام واللي يحبوا الحريره شوربه، درت شوربه ياكلوها مع الخبز مع الفلفل شكشوكه كاين يسميها حميس كل واحد شي يسميها. هذه لاصوص اللي باش نسقوا بها الطعام، جات روعه ما شاء الله. انا اللي يحب يسقي سقي بزاف، حبي نقص كل واحد وكيفاش، تشوفوا جات خفيفه روعه. إنا نسألك في هذا المقام المبارك وفي هذه الليلة المباركة أن تكتبنا من عتقائك من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، يا عزيز يا غفار، اللهم ارزقني فضل قيام ليلة القدر وسهل أموري فيها من العسر إلى اليسر، واقبل معاذيري وحط عني الذنب والوزر، يا رؤوفا بعبادك الصالحين، اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك، اللهم ارزقنا قلوبا سليمة ونفوسا مطمئنة، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. اللهم آمين يا رب العالمين، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع السلامة.